قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر أمس بزيارة إلى مقر وفد دولة الكويت الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال سمو سعادة السفير منصور عياد العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وبحضور أعضاء مندوبية الكويت بالأمم المتحدة. كما أشاد سموه حفظه الله بدورهم البارز في خدمة وطنهم وقضايا أمتهم العربية، مثمنا سموه ما يبذلونه من جهود طيبة متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد. سياسة الكويت لن تتغير، تمشي دائما بالطريق الصحيح وبالاعتدال بالطريق السلمي دائما. سياسة صاحب السمو الحبيب والي الجميع رائد الإنساني اللي هو عمل كل جهده وضحى في كل شيء لما توصلت إليه الكويت إن شاء الله من سمعة طيبة في عالميا. يعني الآن شوف الكويت على صغر حجمها، لكن أي مشاكل تحصل بين الدول يطلبون الكويت أن تكون هي وسيط أو تكون هي تقوم في هذه الوساطة. اللي بحوصات كلها يعني نتائج كلها مرضية وإيجابية، وآخر شيء اليوم عندنا انتهينا منه. الله يحفظك دكتور. نتيجة إيجابية والحمد لله وشكرا. وهذا من دعائكم ودعاء أهل الكويت، الله يجزاهم خير عنا كل الجزاء. ولا نلحق جزاء أهل الكويت يعني وأبناء الكويت ونساء الكويت.